قطعهما ثالث يتكون أزواج من الزوايا. راح أرقم عشان تسهيل الكلام. زاوية رقم 1، الزاوية رقم 2، الزاوية رقم 3، الزاوية رقم 4، 5، 6، 7، 8. طلع راح أوصف زاوية 1، زاوية 1، وبدي أقول عنها إنها تناظر زاوية 5. 1 تناظر 5. إيش يعني تناظر؟ كلمة تناظر لها ثلاث شروط، سجلوهم عندكم الثلاث شروط. الزاويتين في نفس الجهة من القاطع. إذا رقم 1 نفس الجهة من القاطع، هاي رقم 1. رقم 2، واحدة من الزوايا بين المستقيمين والأخرى خارج المستقيمين، بين المستقيمين وخارج المستقيمين. في شرط ثالث، غير متجاورتين، لأنه 1 و4 بنطبق عليه الشرطين الأولانيات. طلعوا زاوية 1 وزاوية 4 بنطبق عليه الشرطين الأولانيات. الثنتين في جهة واحدة، واحدة برا وواحدة جوا، بس الثنتين متجاورتين. 1 و4 ما بنقول عنها متناظرتين. متناظرتين يعني تعرفوا باللغة العامية ايش هي؟ مخذات نفس الموقع، مخذات نفس الموقع. طبعا طلعوا لي زوايا متناظرة غير 1 و5، 2 و6. إذا زاوية 2 تناظر زاوية 6، 3 و8، برافو عليك، 3 تناظر 8، 4 و7، زاوية 4 تناظر زاوية 7. هاي طلعنا كل أزواج الزوايا المتناظرة، خلصوا. إيش يعني متبادلة؟ نسمع الشروط، نسمع الشروط. لازم أول شيء طلع الشرط الأول، الشرط الأول لازم يكون الزاويتين بين المستقيمين، داخل المستقيمين، بين المستقيمين. رقم 2 لازم يكون في جهتين مختلفتين من القاطع، جهتين. ما لازم تقول يمين وشمال، لأنه لو كان الشكل مال فوق بيكون فوق تحت، فالأصح مش تحكي فوق تحت ولا يمين شمال، لازم تقول في جهتين مختلفتين من القاطع، بغض النظر عن الوضع اللي كان فيه القاطع، يمين شمال فوق تحت مش فارقة، المهم في جهتين مختلفتين من القاطع. رقم 3 غير متجاورتين. إذا ترى الشروط، في جهتين مختلفتين من القاطع، بين المستقيمين، غير متجاورتين. مثل زاوية 4 تبادل زاوية 6. في المدارس بيعلموها، بقول لك بتعمل زي حرف الزي. هاي مظبوط. زاوية 3 تبادل زاوية 5. بس هذول اللي بقدر احكي، هذول بسموهم متبادلتين داخليا. على فكرة الاسم الصحيح لهم متبادلتين داخليتين، بس احنا بنقول متبادلتين وخلاص. شو يعني زاويتين متحالفتين؟ الزاويتين متحالفتين طلع الشرطين اللي لها. أول شيء لازم يكون الزاويتين بين المستقيمين، بين المستقيمين. الشرط الثاني في جهة واحدة من القاطع، في جهة واحدة من القاطع. إذا مين هما؟ 4 و5 وزاوية 3 وزاوية 6. هذول مفاهيم أساسية. سؤال، هل لكل الكلام اللي أنا قلته إنه زوايا المتناظرة متطابقة؟ تطابق في حالة التوازن. حكيت شيء أنا زي هيك؟ لا. إذا بشكل عام الزوايا المتناظرة ليست متطابقة. بشكل عام الزوايا المتناظرة ليست متطابقة. ميزوا يا جماعة بين مفهوم زاويتين متناظرتين
وبين زاويتين متناظرتين متطابقتين. هذا إشي وهذا إشي. هسيت أنا بقول عن واحد وخمسة مالهم متناظرتين، بقول عن اثنين وستة متناظرتين، لكن ما بقدر أقول عنهم إنهم متطابقتين. ركزوا وميزوا بالمعنى، لأنه هاي من العبارات مثلاً بجي أقول لك أنا ممكن أحط لك صح وغلط. هاي كل زاويتين متناظرتين متطابقتين 90% بحطه صح، وإحنا بنحط غلط. هو غلط لأنه طب متى بصيروا هذولا المتناظرات متطابقات؟ متى المتناظرات بصيروا متطابقات؟ متى المتبادلات بصيروا متطابقات؟ متى المتحالفات بصيروا متكاملات؟ في حالة التوازن. مش احنا قلنا مستقيمين وقطعهم ثالث؟ اذا المستقيمين متوازيين، ها متوازيين، واجي قطعهم ثالث، ساعتها بنحكي المتناظرات متطابقات، المتبادلات متطابقات، المتحالفات متكاملات، مش متطابقات. يعني واحدة 40 الثانية 140، 50 130، 60 120، مجموعين قديش؟ 180. وصلت؟ متى هذا الحكي بصير؟ إذا توازن المستقيمين. وإذا ما توازوش ما بنحكي عن هذول إنه متطابقات أو متساويات أو شيء. طيب ننتقل هسه، في عندي توازي. يلا العلامه هاي عندي توازي، اعطيتكم هذه الزاويه 60 درجه، طلعوا لي باقي زوايا الشكل. المقابل لها 60 درجه، برافو عليك، هاي اول واحد دمشي معاك. انا كمل كمل كلهم بسرعه. المجاورة إلها قديش؟ 120، والمقابلة إلها 120. هاي خلصنا أول أربعة، هاي أخذناها قبل شوي إذا متذكرين. كان عندي مستقيمين لو غطيته على الجزء التحتاني بيطلع معانا إيش؟ يعني في منكم هون سنة بالله، خلنا نشوف التولز. أنا هون في شغلة أنا بستخدمهاش، بس في عندي هون أنا إشي حلو بدي أجربه معاكم وأشوف. شيبس، لا في بوينتر، سكرول مش موجود والله. توبكس كنا بس على الكبير سيتينج، والله ما في جو ايديت، مش حاطين الفيو. تولز مش موجود. في اشي بسموه موجود في اللوح الالكتروني بسموه سكرين بلوكر، بسكر على الشاشة وبس بحط جزء، بس بضوي لك جزء معين، ندور عليه بلاقيه بطلعه، إذا مش موجود بطلعه. طيب مين يكمل؟ أني واحد ها تكون 60 بالتناظر والتوازي. لما تقول السبب خمسة تقول التناظر، التناظر والتوازي، ممتاز. ممكن تقول عنها تقابل بالرأس، وممكن تقول عنها إيش، أو ممكن تقول عنها إيش بالتناظر مع الزاوية 60 اللي فوق، ومو هذه بتساوي 120، يا بالتناظر يا بالتجاور على المستقيم، وهي 120. اي خلصناهم كلياتهم. شوف كيف الواحد بتجر الثاني، كل واحد بتجر الثاني، بس تطلع واحده بتطلع كل الباقي. طب سؤال، انا بدي اسال سؤال قبل ما تجاوب على هذا السؤال، ما معنى مستقيمين متخالفين؟ من يقول لي يعني مستقيمين متوازيين؟ مستقيمين غير متقاطعين. هسيات احنا في المستوى عندي الخطين، يا بتقاطع، وطبعا التعامل جزء من التقاطع، يعني هو حالة خاصة من التقاطع. طيب المستقيمين يا بتقاطعوا او بتوازوا. مرة ثانية، مين عندي تعريف التوازي؟ ايش يعني توازي؟ ايش يعني مستقيمين متوازيين؟ غير متقاطعين. هذا الكلام ناقص شوي. اعطيكم مثال، عندك جسر مشاة، طلع معي جسر مشاة، وعندك شارع تحته، مدي جسر المشاة خيري خط مستقيم ممدود إلى ما لا نهاية من طرفين، والشارع خط مستقيم ممدود إلى طرفين إلى ما لا نهاية، هل بتقاطعوا؟ لا. معناته متوازيين؟ لا. طلعوا المنظر هذا زي الأنفاق، زي الجسور، طبعا دول بتقاطعني، بس ما بنقول عنهم متوازيين. شو بنقول عنهم؟ اقروا متخالفين. إذا في عنا تعريف إضافي، لو شرط إضافي للتوازن، لازم يكون المستقيمين في نفس المستوى. لا ما في اتجاه،
لازم يكون في نفس المستوى. يعني حتى تقول إنه مستقيمين متوازيين، شو لازم يكونن؟ لازم يكونن غير متقاطعين وفي نفس المستوى. أما إذا صاروا في مستويين مختلفين يصير اسمه متخالفين. إيش يعني فرق هنا المستوى والاتجاه؟ لا الاتجاه ما في اتجاه، ما في عندي اتجاه أنا. ركزي معي، تخيل حالك بالفضاء. معلش أنت تخيلي حالك بالفضاء، تخيلي حالك بالفضاء وتخيلي حالك راكبة مركبة فضائية مدورة، يعني ما في إلها أمام وخلف ولا يمين وشمال. أنت المشكلة إنه إحنا تعودنا على إيش الملموس، دائما على إشي محسوس إنه. تخيلي بس هيك لفترة إنك أنت بالفضاء وما في